بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أعزائي الطلبة في مقرركم علم الطاقة علم 211، وبنبحث في درسنا اليوم حسابات القدرة وتحويل الطاقة وبحث علاقة الطاقة مع الماكينات. وفي كتابنا من 34 إلى 50 أرقام الصفحات اللي بنتعرض لها في هذا الشرح. في موضوعنا اليوم راح نشوف تعريف للقدرة ونتدرب ونتعلم حسابات القدرة والقانون اللي يمكنني من حساب القدرة، ومن بعدها نوضح عملية تحولات الطاقة. وانتم في مادتنا هذه تعرفتوا على أنواع متعددة للطاقة، الطاقة الحرارية، الطاقة الكيميائية، الطاقة الضوئية إلى آخره من أنواع الطاقة اللي درستوها. ثم نرى علاقة عمل الماكينات بالطاقة. بداية عزيزي الطالب، نتعرف على القدرة ونرى القدرة بأنها مقياس لسرعة انتقال أو استهلاك الطاقة، بمعنى هي معدل تحول الطاقة. تتحول عندي 1000 جول في كل سكند، في آلة أخرى 200 جول في كل سكند، في آلة أخرى يتحول 5000 جول في كل سكند. معدل تحول الطاقة هذا هو ما يسمى بالقدرة، وهذه القدرة بتعطى بقانون الورك على تايم. أو ممكن أنا أعدل بصيغة القانون وأسجل بأن هذه القدرة تمثل إنرجي على تايم، لأنه ترى الورك هو نفسه عبارة عن الطاقة، ولهذا وحدة الطاقة هي الجول، وحدة زمن هي السكند. هذه وحدة قياس القدرة التي تكافئ جول لكل ثانية أو جول بير سكند، هي ما يصطلح على تسميتها بوحدة الوات نسبة للعالم الشهير جيمس وات. وبالتالي بنتعود بأنه استخدام والدابليو كابيتال اكتبها في وحدة الوات ولا تكتب كذي، هذه كتابة بصيغة خاطئة. هذا التعديل اللي أنا سويته لحساب القدرة الورك على التايم، سوينا إنرجي على التايم، يمكن لتسهيل العمل عليك عزيزي الطالب أن أضع هذه العلاقة الثلاثية كمثلث أمامك يربط لي بأن القدرة هي الطاقة على الزمن، ووضحت لك هذه الطاقة بوحدة جول، وهذا الزمن انتبه أرجوك بوحدة سكند، لأنه في بعض الحالات يكون الزمن معانا بوحدة منت. الجول لا يعترف إلا بالسكند. لما نتعامل مع وحدة الجول في الطاقات، الزمن المتعارف عليه مع الجول هو وحدة سكند. القدرة هذه تكون مسجلة بوحدة الوات كما نرى في هذا التطبيق. ولذلك لو بغينا نحسب الطاقة، هذه قيمة الطاقة تعطى بضرب القدرة في الزمن. وانتبه انه هذا الزمن يكون بوحدة سكند. اذا كان الزمن بوحدة منت، انت عارف بانه المنت تعادل 60 سكند، لذلك 2 منت 2 في 60، 3 منت 3 في 60، وهكذا عزيزي الطالب. اذا بنحسب القدرة هي الطاقة على الزمن، واذا بنحسب الزمن حتى في بعض مسائل ترى هو يعادل الطاقة مقسومة على القدرة. هذه نقطة مهمة بفهم العلاقة الرياضية ما بين الطاقة والقدرة وزمن التحول لهذه الطاقة. الآن بتشوف فيديو وضح فكرة القدرة وقوانين القدرة. أرجو منك متابعة هذا الفيديو بعناية، ومن ثم نتابع حديثنا في موضوعنا لهذا اليوم. انظروا إلى هذين الشخصين وهما يرفعان الأثقال. الشخص على اليمين يرفع الأثقال أسرع، لكن كلاهما يبذل نفس الشغل، وذلك لأن الشغل هو مقدار الطاقة المنقولة، أو بتعبير أبسط الشغل يساوي كمية الطاقة التي تعطونها لجسم ما أو تأخذونها منه. الشخصان يعطيان الأثقال نفس طاقة وضع الجاذبية، وكلاهما يرفع الأثقال لمسافة 2 متر، نرمز للمتر بـ M.
وكتلة الأثقال تساوي 100 كيلوغرام في الجهتين. نرمز للكتلة ب M وللكيلوغرام ب kg. وعندما تعوضون هذه القيم في معادلة طاقة وضع الجاذبية، تجدون أن الشغل الذي يبذله كل شخص يساوي 1960 جولاً. نرمز للجول ب J. لكن الشخص على اليمين يرفع الأثقال بشكل أسرع. وهناك طريقة للتمييز بين ما يفعله هذا الشخص وما يفعله الشخص الأقل بطئاً. يمكنكم تمييز الفرق بينهما باستخدام مفهوم القدرة. تقيس القدرة معدل بذل الأشخاص أو الأشياء كالسيارة مثلاً للشغل، وهذا على شكل معادلة: القدرة تساوي الشغل تقسيم الزمن اللازم لبذل هذا الشغل. عرفتم سابقاً أن هذين الشخصين يبذلان شغلاً مقداره 1960 جولاً. الشخص على اليمين يرفع الأثقال في ثانية، والآخر على اليسار يرفعها في 3 ثوان. وعندما تعوضون الزمن في معادلة القدرة، تجدون أن القدرة على اليمين تساوي 1960 جولاً لكل ثانية، ونرمز للقدرة ب P، ونرمز لجول لكل ثانية ب J لكل S. أما على اليسار فالقدرة تساوي 653 جولاً لكل ثانية. جول لكل ثانية تساوي وات، تيمناً بالمهندس الاسكتلندي جيمس وات، ونرمز لهذه الوحدة ب W. حسناً، هذا مثال آخر. لديكم سيارة كتلتها 1000 كيلوغرام، بدأت الحركة من السكون، وخلال ثانيتين وصلت إلى سرعة 5 أمتار في الثانية. نرمز لهذه الوحدة ب M لكل S. عليكم حساب قدرة المحرك. قسموا الشغل المبذول على السيارة على الزمن اللازم لبذل ذلك الشغل. لمعرفة الشغل المبذول على السيارة، عليكم معرفة كمية الطاقة التي تم إعطاؤها للسيارة. في هذه الحالة، تم إعطاء السيارة طاقة حركية خلال ثانيتين. وعندما تعوضون الكتلة وترمز لها ب M والسرعة المتجهة ونرمز لها ب V، تجدون أن قدرة المحرك تساوي 6250 وات. هذا الجواب يشير إلى قدرة المحرك المتوسطة، لأن الشغل تم بذله خلال فترة زمنية. عندما تنظرون إلى الفترات الزمنية التي تقل أكثر وأكثر، يصبح بإمكانكم حساب قدرة المحرك عند لحظة معينة. وإذا جعلتم الفترات الزمنية متناهية الصغر، تجدون قدرة المحرك عند تلك اللحظة الزمنية المعينة، ونسمي ذلك بالقدرة اللحظية. عندما تتعاملون مع الأشياء المتناهية في الصغر، عليكم استخدام التفاضل والتكامل. لكن هناك أكثر من طريقة لإيجاد القدرة اللحظية دون استخدام التفاضل والتكامل. مثلاً، لديكم سيارة قدرتها اللحظية تساوي 6250 واطاً عند كل لحظة. ولأن القدرة اللحظية لا تتغير أبداً، تكون القدرة المتوسطة تساوي القدرة اللحظية، ويساوي 6250 واط. بمعنى آخر، القدرة المتوسطة عند أي فترة زمنية يساوي القدرة اللحظية عند أي لحظة. هذا يعني أن الشغل تقسيم الزمن يعطيكم القدرة المتوسطة والقدرة اللحظية في هذه الحالة. لكن إذا كانت القدرة اللحظية تتغير مع تقدم السيارة، فكيف تحسبون القدرة اللحظية؟ تعرفون أن القدرة هي الشغل تقسيم الزمن. بإمكانكم تعويض معادلة الشغل في قانون القدرة، وهي القوة ونرمز لها ب F ضرب المسافة ونرمز لها ب D ضرب جيب تمام ثيتا ونرمز له ب كوساين ثيتا، ثم تقسمون على الزمن ورمزه T. يصبح لديكم في المعادلة المسافة تقسيم الزمن. اكتبوهما لوحدهما بعيداً عن باقي الرموز. المسافة تقسيم الزمن تمثل السرعة المتجهة V. إذن يمكنكم استبدال D على T ب V. وعندما تعوضون السرعة اللحظية للسيارة عند لحظة معينة في المعادلة،
تجدون القدرة اللحظية للقوة التي تحرك السيارة في تلك اللحظة الزمنية المحددة. إذن لحساب القدرة اللحظية التي تمارسها قوة ما، تعوضون القوة المؤثرة على الجسم عند لحظة معينة ضرب سرعة الجسم عند اللحظة ذاتها ضرب كوساين ثيتا. لكن عليكم الانتباه إلى أن ثيتا هي بالتحديد الزاوية بين القوى المؤثرة على الجسم والسرعة المتجهة للجسم، وفي الكثير من الحالات تكون القوة بنفس اتجاه السرعة المتجهة، مما يعني أن الزاوية بينهما تساوي صفر، ولأن كوساين الصفر يساوي واحد، اشطبوا كوساين ثيتا من المعادلة. عندها تجدون أن القدرة اللحظية تساوي القوة ضرب السرعة المتجهة. لنلخص الدرس سريعاً الآن، ما المقصود بالقدرة؟ القدرة هي معدل بذل الجسم للشغل. ما المقصود بالقدرة المتوسطة؟ القدرة المتوسطة هي الشغل المبذول تقسيم الفترات الزمنية التي بذل خلالها الجسم ذلك الشغل. ما المقصود بالقدرة اللحظية؟ القدرة اللحظية هي قدرة قوة ما عند لحظة معينة من الزمن. بعدما تابعتم الفيديو اللي اخترنا لكم لتوضيح مفهوم القدرة وتعاملاتنا مع هذه القدرة، نتابع الآن عزيزي الطالب هذا التدريب. في تدريبي اخترت مثال عن سفينة نقل بترول ويحركها قارب لمسافة 3 متر، هذه المسافة المقطوعة، والزمن اللي تحركت به السفينة هذا هو التايم اللي معانا 35 منت. وبقدرة، أنا في سؤالي أعطيتك القدرة بقيمة 10 ميجا وات، انتبه أرجوك، ميجا تعني مليون، مثل ما أنه الجيجا تعني 1000 مليون أو مليار. هذه القدرة موجودة، مطلوب نحسب القوة المتوسطة التي بذلها القارب في سحب السفينة. الآن في إجراءاتك لحل السؤال أنا موضح لك، بداية نجد القدرة بوحدة وات، ولذلك اللي معطينا في سؤالي 10 ميجا وات. طيب الميجا مليون، مليون يعني 10 أس 6، هذا كرياضيات يعني 1 وقدامها 6 أصفار، فبضرب 10 في 10 أس 6 وصارت وحدتنا وات. هذه القدرة الآن ما دام وحدتها وات جاهزة للاستخدام. الآن عزيز الطالب في حسابات الطاقة بنحسب الطاقة، وشفت المثلث اللي أعطيتك إياه من شوي لما أنا كلمتك بأنه معاي هنا طاقة قدرة زمن. إذا بحسب الطاقة ماذا تساوي لي الطاقة؟ البي في تي. هذا قانون لحساب الطاقة، سجلت قانوني. بنعوض الآن الباور، القدرة هذه قيمتها اللي حولناها. طيب لاحظ التايم عزيز الطالب، هو قال لي 35 منت، وانت تدري انه المنت 60 سكند، لذلك بضرب في 60 من اجل ان يتحول الزمن الى وحدة سكند، ونصل الى اجابة ان الطاقة تساوي 21 في 10 أس 9 جول. طيب بس مو هذا المطلوب في سؤالي، أنا سؤالي طالب مني القوة المتوسطة، لذلك هذه الطاقة هي فعليا تذكر بأنه الطاقة عبارة عن الورك، واللي أنت درست سابقا بأن الشغل المبذول يساوي F في D، يعني أقدر أعتبر أنه هذا الإي تساوي F في D. سجلنا القانون والقاعدة اللي أنت خبير فيها كونك تعلمت في هذه الوحدة بداياتها. نعوض الآن الدي قيمتها 3 المسافة، هذه الدي 3 مضروبة في الاف، مجهولة الاف، الانرجي الطاقة موجودة، وبالتالي تصبح الاف هي قيمة الطاقة مقسومة على 3، لما تقسم 21 على 3 7 في 10 أس 9، ووحدة القوة هي نيوتن. أرجو منك عزيز الطالب أن تعيد إجابة السؤال لوحدك وتقارن عملك أنت بما رأيت في هذه الحالة. في تدريبنا الثاني خذيت التدريب متعمد من الكتاب اللي بين يديك،
وهذا التدريب في كتابكم ينص بأنه لدينا 20 إناء ومطلوب تحميلهم من الأرض إلى ناقلة في الميناء مثلاً بواسطة آلة رفع أو الونش. هذه آلة الرفع اللي تكون مستخدمة في الموانئ لتحميل البضائع. فإذا علمت أن الشغل المبذول في تحميل كل إناء، لما يقول لي كل منهم السؤال اللي في كتابك يعني كل إناء بيحتاج 594 كيلو جول. انتبه أرجوك لما تقول لي كيلو جول، هذه الكيلو جول تعادل 1000 جول، لأنه الكيلو من أي شيء يعني 10 أس 3، فالكيلو جول تمثل 1000 يعني 10 أس 3 جول. هذه نقطة، انتبه على الوحدات الموجودة أمامك. طلب مني في السؤال أوجد قدرة هذا الونش، بس لحساب القدرة بنحتاج الزمن. أعطاني معلومة أن الزمن المستغرق لتحميل الإناء الواحد هو 5 منت، بس احنا كم إناء معانا؟ 20 إناء. لذلك بنتبه عزيزي الطالب، في البداية بنحسب الشغل المبذول لتحميل 20 إناء. طيب، لأنه أنا عندي شغل مبذول لإناء واحد، فشغل مال 20 هذا الورك يساوي شغل الإناء الواحد مضروبا في 20، حصلنا على الشغل الكلي في كل عملية النقل. ثم نبدأ بحساب القدرة لهذا الونش، وأرجوك تنتبه، أنا طولت الخطوات لأجل تكون واضحة لك عزيزي الطالب. انتبه بأن زمن أوكي يحتاج هنا إلى تحويل، لأنه كان يكلمني بالمنت الزمن. لذلك قانون القدرة المعتمد لحل المسألة هذا القانون، القدرة هي طاقة على تايم، هذه الصيغة الرياضية تمام، ولكن التايم اللي معاي 5 منت أوكي، هذا التايم اللي عندي 5 منت للإناء الواحد، وإذا بنحولها إلى ثواني بنضرب 5 منت في 60 طلع عندي 300 سكند. بس انتبه انه هذه 300 هي زمن للإناء الواحد فقط. زين، على 20 إناء كم بتحتاج وقت؟ بضرب زمن الإناء الواحد في 20، فينتج أن كل الأواني 20 تحتاج إلى 6000 سكند. أصبح الزمن الكلي معروف لنا للأواني 20، والطاقة إحنا أوريدي محولينها وحاسبينها، لأنه هذا الورك تماما هو الطاقة اللي عندي تم تحويلها، فتكون القدرة قيمة الطاقة اللي لقيناها. وانتبه أرجوك، ضربت القيمة اللي طلعت معاي هنا، هذه القيمة 11880 كانت كيلو جول، بضربها في 1000 لأني ذكرت كل كيلو جول هو 1000 جول، لأني مسجل لك المعلومة أن الون كيلو جول قيمتها 1000، فمن كذي ضربت الطاقة في 1000 وبقسم على الزمن اللي حسبناه 6000، فنجد بأن قدرة هذا الونش العجيب 1980 واط. في متابعة حديثنا عن تحولات الطاقة، أرجو أن تفهم عزيزي الطالب أن الطاقة يميزها تحولها من شكل إلى آخر. وللعلم وعلم الطلبة الأعزاء جميع، ترى كل الطاقات في كوكبنا أصلها يعود إلى الشمس. بينزين أستاذ، أنا إذا أكلت وتغذيت الغذاء طاقة كيميائية، هذا مو يشتغل الشمس. الشمس هي اللي وصلت للنبات وسوى عملية البناء الضوئي باستخدام الطاقة الشمسية وكون ثمار وكلت الثمار، فدائما مرجع الطاقات إلى الشمس. تغيرات الطاقة تتمثل، تغيرات الطاقة في العمليات من حولنا، بداية من هضم الطعام. هضم الطعام بتتحول الطاقة الكيميائية المخزونة في الثمار إلى الطاقة كيميائية مخزونة في العضلات وفي الجسم. نمو النباتات، بتحول النباتات أثناء النمو الطاقة الشمسية إلى جلوكوز وما تم دراسته عندكم في الأحياء، وأجهزة التدفئة
بتحول لنا الطاقة، التبريد، تحويلات في الطاقة، سماع الأصوات من حولنا وغيرها الكثير من تحولات الطاقة. أنا أوردت هنا جزء من التحولات الواردة في كتابكم وأضفت جزء آخر عليها. مثلا الأداة، لو تكلمنا عن مجفف الشعر، تحويل الطاقة في مجفف الشعر هو من كهربائية إلى، ما بيعطيني شكل واحد من الطاقة، المجفف الشعر بيعطيني طاقة حرارية وأيضا طاقة حركية، وبتسمع أنت الصوت، السشوار هذا إذا اشتغل فطاقة صوتية. البطاريات بشكل عام بتحول الطاقة الكيميائية المخزونة في البتري إلى طاقة كهربائية توجه للمصباح، توجه إلى الجرس، توجه إلى أي جهاز مطلوب تشغيله. المصباح الكهربائي عزيزي الطالب يحول الطاقة من كهربائية إلى، ما بيعطيني ضوء فقط، أيضا حرارة. خلاط الكهرباء، الخلاط الكهربائي في مطابخنا بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية وطاقة صوتية، ويمكن أيضا إضافة الطاقة الحرارية، لأنه عقب فترة إذا اشتغل مدة من الزمن بتشوف أنه يسخن ويتحول إلى حرارة. المولد أو الجنريتر اللي أنتم متعودين عليه في لغاتنا، المتعودين عليها الجنريتر أو المولد، بيحول الطاقة من طاقة حركية أو ميكانيكية إلى طاقة كهربائية نحصل عليها. الميكروفون، الميكروفون اللي قاعدين تسمعوني الآن أنتم بواسطة وجود ميكروفون عندي، هذا الميكروفون بيحول الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربائية بتمر في الوايرات في الأسلاك وتصل إلى حالة النقل المطلوبة لها. السماعات معاكسة للميكروفون، السماعات أو السبيكر بتحول الطاقة الكهربائية اللي وصلتها من الميكروفون وتعيد تحويلها إلى طاقة صوتية ونسمعها ويسمعها الجميع. في قذف الكرة للأعلى، لاحظ هذا الشكل اللي أمامك، عندما نقذف الكرة للأعلى احنا بنعطي لها حركة في البداية، إذن عندنا كاينتيك انرجي، وكل ما صعدت لأعلى تقل السرعة، تقل الكاينتيك وبتزيد البوتنشال أقصى ما يمكن، كل الطاقة تحولت إلى طاقة وضع. وبالتالي عندما نقذف الكرة للأعلى تحولت الطاقة الحركية إلى طاقة وضع مخزونة في هذه الكرة. إذن إذا بتطيح لأسفل، هي في البداية كانت طاقة وضع، بتنزل وتسرع وتزيد سرعتها وتزيد سرعتها، فبتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية. فأرجو منك عزيزي الطالب تعود نفسك على فهم وتفسير تحولات الطاقة كما رأيت أمامك. وفي فهم الطاقة والماكينات واعتماد الماكينة على تحولات الطاقة، أولا نعرف الماكينة أو الآلة بأنها آلة تسهل عملية نقل وتحول الطاقة من شكل إلى آخر. أنت إذا ركبت الدراجة، رجولك بتحرك البدالات، طاقة كيميائية في عضلات الجسم، صارت طاقة حركية في الأرجل، صارت طاقة حركية في البدالات، انتقلت عبر السلسلة إلى طاقة حركية في العجلات ومشت الدراجة. والآلات بتقسم إلى أنواع، في عندنا آلات بسيطة يعني تكون عملها في خطوة واحدة، مثل المقص، هذا المقص آلة بسيطة، كسارة البندق الواردة في كتابكم. وفي آلات أخرى مركبة، آلات مركبة من أمثلتها الدراجة. فهنا في الآلات البسيطة تنتقل طاقة حركية من اليد في كسارة البندق الواردة في كتابكم، وبتعطي طاقة صوت لما تنكسر حبة البندق أثناء انتقال الطاقة الحركية في هذه الحبة وتنكسر. الآلات المركبة مثل الدراجة عزيز الطالب، تلاحظ أنه تتحول الطاقة الكيميائية اللي في عضلاتك إلى طاقة حركة، وتحول لطاقة حركية في البدالات ومن ثم العجلات، وتظهر أيضا طاقة صوتية أثناء حركة الدراجة. ماكينة السيارة عزيز الطالب، كتابكم يوليها اهتمام في الشرح والتوضيح، لأنه ماكينة السيارة هي من أشهر الآلات الحرارية، احنا بنسميهم آلات حرارية،
وتسمى عزيز الطالب ماكينة السيارة آلة احتراق داخلي، لأنه يحدث احتراق في داخل هذه الآلة لإكمال تحول الطاقة. ماكينة السيارة بتعمل على تحويل الطاقة الكيميائية في الجازولين أو البترول إلى طاقة حركية في الإطارات في العجلات، وطاقة حرارية أيضا، وطاقة صوتية في السيارة تسمع ماكينة السيارة، وطاقة كهربائية بتشغل الاي سي وبتشغل الراديو وبتشغل المصابيح داخل السيارة. محرك السيارة عزيز الطالب يعتبر من الآلات الحرارية، وهو أهم هذه الآلات الحرارية، وله تسمية خاصة به يسمى محرك الاحتراق الداخلي. وأشهر هذه المحركات في الاحتراق الداخلي الواردة في كتابكم آلة رباعية الأشواط أو ذات الأربع أشواط. هذه الأشواط الأربعة تمثل مراحل تحولات الطاقة في هذه الآلة الحرارية، وموضح لك في هذا الشكل الواضح بكتابكم. في الحالة رقم واحد هنا سميناها A، وهذا شوط يسمى شوط الحقن، يتم مزج البترول أو الوقود مع الهواء، وبالتالي تكون لنا هنا في هذا الشوط مزيج من الوقود والهواء. الشوط الثاني عطينا له رمز B، وهو يسمى شوط الضغط، يتم ضغط الهواء في المكبس، هذا بيستون، مكبس في محرك السيارة. هذا المكبس ينضغط فيه الوقود مع الهواء وينتقل إلى الشوط الثالث. هنا يجي دور شمعة الاحتراق اللي نسميها ومتعودين عليها احنا في لغتنا العامية البلكات، السيارة اللي نبدلها احنا كل سنة أو سنة ونص أو 10,000 كيلو، نبدل هذه البلكات التي تسمى شمعة احتراق. وظيفة شمعة الاحتراق إنتاج شرارة اشتعال، ولذلك هذا الشوط الثالث يسمى شوط الاشتعال أو الاحتراق بمساعدة شمعة الاحتراق اللي قلنا عنها، هي تسمى سبارك أو اللي أنتم متعودين عليها تسمونها البلكات في سياراتكم. وعزيز الطالب الشوط الرابع هذا اللي ذكرنا احنا هنا بآخر شوط من أشواط محرك الاحتراق الداخلي، ويعرف بشوط العادم، يسمى شوط العادم لأنه في هذا الشوط يتم إخراج نواتج الاحتراق هذه اللي أشرتك عليها من غازات ثاني أكسيد كربون، أول أكسيد كربون، بخار ماء إلى آخره، وإخراجها من السيارة بواسطة الجزء المتعارف عليه باللغة العامية يسمى الإكزوست. هذا يسمى شوط العادم، والإكزوست هذا اللي في العامية اسمه في اللغة معروف بعادم السيارة. هذه الشريحة أو النقاط اللي وضحتهم في نهاية الموضوع، وكتابكم يدرج بعض الماكينات التي تساعدنا في تحولات للطاقة. ذكر كتابكم الموتر، كاتب الموتر، وهو فعليا مقصود بالموتر هو المحرك اللي يستخدم في المروحة، في الخلاط، في الغسالة، هذا تسميته. الكتاب سجل لك الموتر الكهربائي وهو المحرك، يحول الطاقة من الكهربائية إلى طاقة حركية. الجرس الكهربائي، الجرس الكهربائي بنعطي له كهرباء ويعطينا صوت وحركة علشان يطلع هذا الصوت، يصير في حركة. موقد الغاز كتب سجل كتابكم، والذي نسميه في مصطلحاتنا الفرن. هذا الموقد الغاز يحول لنا الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية ونستخدمها في الطبخ. التليفون، كلكم عندكم موبايلات، الموبايل بدون البتري ما بيشتغل. طيب البطارية للموبايل تمثل طاقة كيميائية، هذه الطاقة الكيميائية بتتحول إلى طاقة كهربائية أولا وتضيء الشاشة وتشتغل الصوت، وطاقة صوتية في الهاتف، وإذا اشتغل الموبايل وأنت في الجيم أو أنت في برنامج مدة طويلة بتلاحظ سخونة الموبايل لأنه تنتج طاقة حرارية. الميكروفون ذكرناه قبل شوي يحول الطاقة الصوتية لكهربائية،
فرن الميكروويف، وغالبياتكم في بيوتنا عندنا أفران ميكروويف، وأرجوكم تكونوا حذرين في التعامل مع أفران ميكروويف. هذه الأفران بتحول الطاقة الكهربائية إلى توليد موجات كهرومغناطيسية. هذه الموجات الكهرومغناطيسية تولد بطريقة الاهتزاز طاقة حرارية تنضج الطعام. غسالة الصحون بنعطي لها طاقة كهربائية ونحصل منها على طاقة حركية، وتسمع لها صوت وتسخن بعد وقت ففي طاقة حرارية. ساعة الحائط بتشتغل على بطارية ساعة الحائط. هذه البطارية اللي في ساعة الحائط تحول الطاقة من كيميائية مختزنة في البطارية إلى كهربائية وحركية تدور عقارب الساعة، وإذا كان فيها ألارم منبه بتعطي طاقة صوتية. وننتبه أعزائي الطلبة بأن جميع الآلات في التحولات الحرارية الضائعة تكون الطاقة المبددة أو المفقودة على شكل حرارة. شغل الموبايل بيسخن، الحرارة هذه ما تفيدك، هذه تعتبر لوز أو خسارة في الطاقة. شغل جهاز محرك بيسخن، هذه الحرارة لوز، خسارة في الطاقة. فانتبه إلى أن غالبية الطاقة المبددة تكون غالبا على شكل حرارة. وهنا نصل إلى نهاية موضوعنا اليوم، وأرجو أن أكون ساعدت في إيصال المعلومات لكم، وأتمنى منكم إعادة المتابعة، وكل أمنيات التوفيق والتفوق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.